يصفها المؤرخ التركي يلمز أستونا قائلاً: كانت ذكية إلى درجة استثنائية، ماكرة ومراوغة، أستاذة في صنع خطط سياسية ومؤامرات متعددة الوجوه، مؤثرة ومقنعة في كلامها، كانت تعنى بإرضاء الشعب، لذا تركت خلفها مؤسسات خيرية كثيرة العدد إلى درجة لا يستوعبها العقل. ثروتها الضخمة جدا انتقلت إلى الخزينة العامة للدولة فأنعشتها. كوسوم سلطان، أشهر سلطانات الدولة العثمانية التي حكمتها فعلياً في عام 1617، مارست نفوذها بصورة غير مسبوقة أو متبوعة، ووصلت إلى قمة المجد والسلطة في الدولة العثمانية في مشهد استثنائي، وهي أكثر سيدة احتكرت منصب السلطنة الأم خلال مدة سلطنة ابنيها مراد الرابع وإبراهيم الأول لفترة امتدت لربع قرن، وكانت نائبة السلطان لابنها مراد الرابع ثم حفيدها محمد الرابع لما يقارب 12 عاماً، فتجمع بين يديها سلطات واسعة مكنتها من أن تكون ضلعاً أساسياً في السياسة العثمانية في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي، وفقاً لكتاب الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث للكاتب إسماعيل أحمد ياغي، وأيضاً موقع أوتومان أرشيفز. اسمها خاصيك كوسم مهبيكر سلطان أو كوسم مهبيكر أو كوسم سلطان، ولكن اسمها الحقيقي أناستاسيا. ولدت في عام 1590، وهي ابنة قديس يوناني في جزيرة تينوس، وقعت في أسر بكلاربيك في البوسنة، ثم أرسلها ضمن مجموعة هدايا إلى قصر الباب العالي في اسطنبول، وحضرت كفتاة صغيرة في قافلة للأسرة إلى اسطنبول. دخلت أناستاسيا إلى القصر العثماني، وبمجرد أن رآها السلطان العثماني الرابع عشر أحمد الأول، وقع في غرام من النظرة الأولى وقرر ضمها للحريم المخصصات لخدمته. ودخلت أناستاسيا الإسلام وغيرت اسمها لكوسم، وأطلق عليها اسم مهبيكر أي وجه القمر لجمالها الأخاذ، وأصر السلطان أحمد الأول على الزواج بها رغم معارضة والدته السلطانة هندان ورفض السلطانة الكبرى صفية التي تتحكم بأمور الحرملك بإرادة مطلقة لأي ارتباط بين السلطان وهذه الجارية، لكن خالف السلطان برغبته قواعد الحرملك وأصوله، ومضى في تنفيذ قراره وتزوجها وأطلق عليها اسم السلطانة القائدة، وأنجبت منه السلطان مراد الرابع والسلطان إبراهيم الأول، وهكذا بدأت حياتها الجديدة في قصر توبكابي. كوسوم سلطان كانت من أشهر وأقوى السلطانات في تاريخ الدولة العثمانية، وعندما وصلت إلى سن 15 من عمرها أصبحت من أهم الشخصيات المفضلة عند زوجها أحمد الأول، وأثرت عليه بذكائها، ولكن حياتها تغيرت عندما فارق زوجها السلطان أحمد الأول الحياة قبل بلوغه سن 30، لأنها لم تهتم بالتدخل المباشر في أمور السياسة للدولة العثمانية أيام سلطنة زوجها أحمد الأول، إلا أنها بعد وفاته لم تقف عن لعب أدوار سياسية شديدة التعقيد في ظل واحدة من الفترات السيئة في تاريخ الدولة العثمانية. فضلت كوسم سلطان أن تستعين بأخو زوجها الأمير مصطفى الذي لم يكن راغبا في ارتقاء العرش، بل كان يريد الهرب بعيدا، خاصة أن معظم رجال الدولة العثمانية لم يقتنعوا بشخصية الأمير مصطفى المعروف بخفة عقله وطيشه، ولم يكن الأمير إلا مجرد اتفاق بين السلطانة كوسم سلطان ورجال الدولة على تصعيد الأمير مصطفى لإتاحة الوقت أمام السلطانة لتحسم أمرها مع كبار قادة الجيش المنقسمين حول أي من أبناء السلطان أحمد أحق بولاية العرش كأول أخ يلي السلطنة بعد أخيه في التاريخ العثماني. ولم تكن كوسوم سلطان وحدها في هذا التدبير، بل شاركها فيه قادة فرق الإنكشارية أصحاب الكلمة العليا في اسطنبول آنذاك، الذين أقروا تقاسم السلطة بانفرادهم بإدارة الدولة والحجر على السلطان الجديد، فيما تطلق يد السلطانة كوسوم سلطان داخل الحرملك لتصبح السيدة الأولى بلا منازع، لتدشن بذلك سيادتها في الحرملك. وعندما وصلت إلى عمر 28 عاماً، كانت كوسوم سلطان قد أوجدت لنفسها مكاناً في السلطنة العثمانية، فكانت تدير جلسات الديوان وكان لها دور خاص في الحكم العثماني، لتصبح أحد واضعي السياسة العليا للدولة العثمانية على مدار نصف قرن تقريباً.
لم تدم سلطنة مصطفى الأول إلا 3 أشهر، هي مدة المشاورات حول تصعيد الأمير عثمان الثاني الابن الأكبر للسلطان أحمد سلطانا للبلاد، ما يعني أن خديجة مهفيروز انتصرت في معركتها ضد ضرتها كوسم سلطان، وأصبح السلطان عثمان الثاني السلطان الجديد للبلاد. لكن زوجة أبيه كوسم سلطان لم تستسلم للواقع الجديد، ولم تجد السلطانة مفرا من التحالف مع الانكشارية للتخلص من ابن ضرتها، خاصة أن السلطان الشاب اتبع سياسة والده الراحل السلطان أحمد، وقرر تقليص نفوذ الحرملك ووضع رؤية إصلاحية لأحوال الدولة العثمانية المتدهورة. رغم صغر سنه تولى الحكم وهو ابن 13 عاما فقط، وهو ما لم ترضى به السلطانة كوسم سلطان، وعملت على شراء ذمم قادة الجيش، وتخلصت من والدته التي كانت سنده في الحرملك في عام 1621، وبعدها عقدت تحالفا مع قيادات الانكشارية بهدف التخلص من السلطان عثمان الثاني، ودبروا مؤامرة لاغتياله. عاد السلطان مصطفى الأول للحكم مرة ثانية كفترة انتقالية حتى يستطيع مراد أن يدير شؤون الدولة العثمانية، لكن مصطفى الأول لم يستطع إدارة شؤون البلاد، وعمت الاضطرابات والانقسامات، واتفقت كوسم سلطان مع الصدر الأعظم وبقية الوزراء على تدارك الموقف وعزل مصطفى وتولية ابنها مراد الحكم، وكان وقتها يبلغ من العمر 11 عاما فقط، وحصلت كوسم سلطان على لقب السلطانة الأم، وأدارت البلاد بصفتها نائبة للسلطان. في عام 1632 انتهت فترة نيابة السلطانة كوسم سلطان التي دامت نحو 9 أعوام، وأقصاها ابنها من المشهد السياسي سريعا بعد أن قرر ألا يسمح لأي قوة كانت بالتدخل في إدارته للبلاد، وأمر والدته بأن تقطع اتصالاتها برجال دولته، وهددها بالإقصاء والنفي بعيدا عن العاصمة إذا لم تستجب لأوامره. وعند استلام مراد الرابع عرش السلطة أدخل الكثير من الإصلاحات وضرب بيد من حديد مواطن الفوضى، وكان يقتل ويعدم كل من يخالف أوامره، وقرر استعادة أمجاده للدولة في الخارج، وقاد جيوشه في حربه الواسعة ضد الدولة الصفوية في الجبهة العراقية، وأظهر أثناء قيادته للجيوش العثمانية حزما ومقدرة أعادت إلى الأذهان عصر سليمان القانوني، وفتح فصلا جديدا من فصول الظلم والقمع والخوف، وحاول التخلص من أقرب الناس إليه وهو شقيقه إبراهيم طمعا بالعرش والثروة، ويعود لكوسم سلطان الفضل في إنقاذ السلالة العثمانية من الانقراض بعد أن منعت ابنها مراد من قتل أخيه، وتوفي مراد في عام 1640 عن عمر ناهز 27 عاما. رأت كوسم سلطان التي لم تتردد يوما في عمل أي شيء في سبيل السياسة والسلطة في وفاة ولدها المستبد فرصة لتعود إلى صدارة المشهد من جديد بإحياء تحالفها مع قادة الجيش الذي يطلق عليهم أغوات لتقاسم إدارة الدولة في ظل سلطنة الحاكم الجديد السلطان إبراهيم الأول الذي كان ضعيف الشخصية. وهكذا عادت السلطانة الأم إلى نفوذها السابق مرة أخرى. تولى أخيه إبراهيم الحكم لكنه لم يكن قادرا على إدارة الدولة نظرا لمعاناته من اضطرابات نفسية لازمته طوال حياته بسبب مشاهد الدماء وإعدام إخوته الكبار، وكان يطلق عليه اسم المجنون. ففرضت كوسم سلطان سيطرتها على شؤون الدولة وحكمت بدلا عنه وبعيدا عن قصر توباكبي. مع مرور الوقت أدرك إبراهيم ألاعيب أمه وهددها بالنفي في حال لم تتوقف عن التدخل في الحكم، مما أغضبها كثيرا، وقررت ألا تتنازل عن نفوذها وسلطانها، وكانت ترى أن إزاحة ابنها السلطان الذي هددها صراحة بالنفي ستعود عليها بالفائدة، لأن حفيدها ولي العهد الأمير محمد شاهزاد طفل لم يتجاوز عمره 6 بعد، وفي حال توليه السلطة فسوف تتعين السلطانة كوسم سلطان في منصب نائبة السلطان وتصبح من جديد على قمة هرم السلطانة العثمانية بلا منازع. وتحققت رغبة السلطانة الأم ونجحت المؤامرة في إزاحة ابنها السلطان إبراهيم من فوق العرش، وأعدم بعد عزله 10 أيام فقط في عام 1648. ولم تكتفي بخلع ولدها بل سلمته إلى الجلاد ليقتله. عرفت كيف تنتقم من ابنها الذي هددها يوما بالنفي في حال استمرارها في التدخل في شؤون الدولة،
وتحقق حلمها بالحصول مجددا على منصب نائب السلطان بصلاحيات غير مسبوقة، بعدما تم تعيين ابن السلطان القتيل الطفل محمد الرابع الذي لم يبلغ بعد 7 أعوام من عمره سلطانا على أقوى دولة في العالم. وحصلت والدته خديجة رخان التي كانت تكره كسوم سلطان على لقب السلطانة الأم. اشتد العداء بين خديجة رخان والدة السلطان محمد الرابع الذي بدأ نفوذها يزداد وبين جدته كسوم سلطان، واستمرت هذه العداوة لمدة 3 سنوات حتى قررت كسوم سلطان قتل حفيدها محمد الرابع ذي 10 سنوات ويتولى أخوه الطفل سليمان السلطنة كانت تفضله لأنه من أم أخرى واقعة تحت نفوذها. إلا أن السلطانة خديجة رخان كشفت مخطط كسوم سلطان فأمرت باغتيالها بمساعدة رئيس أغوات الحرملك. وفي ليلة ظلماء في عام 1651 دخل العبيد جناح نائبة السلطانة كسوم سلطان ونفذوا فيها حكم الإعدام خنقا لتلقى حتفها عن عمر يناهز 62 عاما، ودفنت كسوم سلطان بجانب قبر زوجها السلطان أحمد الأول في منطقة سلطان أحمد. كان خروج السلطان كسوم سلطان من المشهد السياسي حدثا جللا، ورغم السمعة السيئة التي حصلت عليها كسوم سلطان كامرأة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة في سبيل الحكم والسلطة، فعرفت كسوم سلطان كيف تكسب ود رعايا الدولة العثمانية من خلال أعمالها الخيرية، فكانت تؤدي ديون المعسرين، وفي كل عام من شهر شعبان كانت تزور السجن وتدفع الديون عن المحكومين الذين حكم عليهم بالسجن بسبب ديونهم وتطلق سراحهم من السجن، وأنفقت على زواج كثير من الفتيات الفقيرات وجوار الحرملك، ولها جامع في حي إسكودار مشهور باسم الجامع ذو الخزف مزين بأفخر أنواع البورسلين والخزف ويعتبر تحفة فنية رائعة، ولها خان كبير معروف باسم خان الوالدة أوقفته على مسجدها، وأيضا مدرسة للصبيان والكثير من الأعمال الخيرة، ولها وقفية مؤرخة بعام 1640 أوقفت خلالها أموالا كثيرة للإنفاق على الفقراء الذين يقيمون على الطريق إلى مكة المكرمة، ولها خيرات كثيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي النهاية أشكركم على حسن استماعكم، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد إن شاء الله.